We're back. I'm going to hand over to Elspeth to introduce our. عدنا سأعطي الكلمة لألسا. بدأ من الآن تفضلي ألسا. نعم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على الانضمام إلينا بهذه الجلسة النهائية. كل عام واستنادا على طلب الأعضاء نخصص المجال لكم وللأعضاء وللمشاركين كي يتواصلوا مع بعض الشركاء والجهات المانحة. إنه لمندوع سرورنا أن ينضم إلينا مجموعة من أبرز الداعمين من جهات ووكالات تدعم حماية الأطفال. الجلسة ستكون كالتالي: نبدأ بأسئلة حيث كاميلا ستجري مقابلة مع الضيوف الكرام حول آرائهم حيال الفرص والتحديات التي نواجهها، وستعطي إحاطة مختصرة، ومن ثم ننقسم إلى غرف حيث ستدعون إلى نقاش علني، ومن ثم سننهي الجلسة. إنه من دواعي سروري وجولي إذا كان بإمكانك تسلط الضوء. باث بريرفلو من مكتب المساعدات الإنسانية ليو اس ايد، مرحبا باث، شكرا على انضمامك إلينا. كما لدينا ألسا لورن من إيكو، خبيرة في مجال الجندري، ولدينا ماريا فارديكس تندرجوكي، أعتذر إذا لفظت الاسم العائلة بشكل خطأ، أيضا هي خبيرة في الحماية الجندرية من إيكو. أيضا لحسن الحظ تنضم إلينا لارا سوزمان، وهي رئيسة فريق الحماية تعمل مع بث. هي أيضا ستساعد في الغرف. وبهذا أعطي الكلمة إلى سلمس للأسئلة. رائع، شكرا جزيلا، وشكرا لبث ألسا ولارا على الانضمام إلينا. أريد أن أعطي كل واحد منكن دقيقة لتخبروننا عن المنظمة ومجالات التركيز في إطار الحماية، حماية الأطفال. لنبدأ ببث. شكرا جزيلا. إذا مكتب العمل الإنساني هو الجناح التابع للحكومة الأمريكية، ومن ضمن هذا الفريق نحن نقسم أنفسنا بحسب الفروع. ما أريد أن أقوله أولا أننا نصطف نحن مع أولويات التحالف واستراتيجية التحالف. سأتحدث عن دورنا في الاندماج، خاصة في تنمية الطفل المبكر وتعليم الأطفال. وصراحة نحن ندعم كل نواحي حماية الأطفال. رائع. وأيضا ما يتعلق بالاندماج، سأعطي الكلمة الآن لألسا. أعتقد أن ألسا وماريا ستردان الآن. مرحبا. أجيب أنا وماريا، نعمل ولكن لا نريد أن نحمل العبء. سأبدأ بتعريف عن إيكو، وسأحاول أيضا أن أطرح بعض القضايا التي طرحت خلال الجلسة. إذا إيكو كما تعرفون جناح إنساني، نحن ندعم التدخلات الإنسانية والاستفادة من أدوات الاتحاد الأوروبي، الأمور المالية وإنشاء الشراكات بسرعة من أجل معالجة التداعيات الفورية للأزمات. لدينا دورة تمويل
قصيرة كما تعرفون. نطلب دعم ولكن ليست مشاريع مناسبة، وأعتقد أن هذا الشيء تم تطرق إليه خلال الندوة خلال الجلسات. نحن بحاجة إلى جهة مانحة على الأمد الطويل، نحاول أن نقوم بذلك داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن نحاول أن نتواصل مع جهات مانحة أخرى مثل باث، وأيضا لاعبين تنمويين مثل المصرف المركزي. وبالنسبة للأولويات، هي تصطف أيضا مع سياسة التحالف أو استراتيجية التحالف. نشجع المقاربة التقنية للوقاية، البرامج المندمجة، التركيز على المحاسبة والعمل مع المنظمات المحلية. نعم، أيضا رأيتك في عدد من الجلسات، شكرا على تخصيص الوقت. ونعم، أعتقد أن موضوع الساحة المحلية طرح، والصعوبة التي يواجهها بعض اللاعبون المحليون في الاستفادة من التمويل، ربما ليس لديهم معلومات حول الجهات المانحة والآليات. هذه فرصة جيدة كي يفهم، بناء على النقاشات التي سمعتها وشاركت فيها في اجتماع هذا العام، ما هو التحدي الأكبر برأيك والفرصة الأفضل لنوفر الخدمة للأطفال المتأثرين بالأزمات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ سؤال كبير، سأبدأ ببث مجددا. لن ألتزم بشيء واحد. أنا أقدر هناك شيء استوقفني في أحد العروض. نحن نريد أن يكون لدى الأطفال دور، وهذا يصب في قلب ما نقوم به. عندما يتعلق الأمر برفع الوعي وضمان حصولنا على الموارد المطلوبة من أجل الاستجابة للناس، للأشخاص المناسبين، الساحة المحلية تلعب دور أساس. ورأينا أنه تم اتخاذ قرارات على مستوى الدولي خلال الوباء، ولا أعتقد أن خبراء في مجال حماية الأطفال اتخذوا القرارات في هذا الإطار. إذن نحن أقوياء كمجموعة، وكلما كنا أقوياء كلما توحدنا وكلما استندنا إلى الأدلة، وهذا قد يكون له أثر ويبرر الرسالة التي نواجهها. وأيضا زيادة الوعي جزء من تعهداتنا، كلما استطعنا أن نوجه الرسالة هذا يأتي بالموارد ويضعنا على المسار الصحيح. كلما قمنا بذلك كلما قمنا بالواجب، ونحن مستمرون بالتركيز على موضوع الاندماج. وكان من الرائع أن نسمع ما طرح من قبل العديد حول البرامج المتعددة الأطراف والشاملة التي تشمل أطراف عدة. هذا ما يحصل، نحن نمسك بجانب ونحاول أن نمضي قدما. أعتقد أننا رأينا كم التأثير، بدا التأثير عندما نعمل معا وعندما نلتقي مع الأطفال في أماكن غير محمية حيث يمكن أن نجد الأطفال. الاندماج كما قلت، نحن نريد أن نركز على التعليم والتنمية المبكرة، وهنا لدينا حضور. وأيضا في التنمية المبكرة نحن نسأل سؤال، هل نستجيب للطلبات؟ إذن أصبح هذا الموضوع أولوية أكثر فأكثر، وأنا متحمس جدا، أريد أن أسمع
we must lean in and work across the sectors. أسمع رأي المجتمع وأكتفي بذلك. إذن المناصرة التي تهدف إلى شيء واضح محدد وأيضا تبني مقاربة استراتيجية فيما يخص الأطراف التي نتواصل معها وضرورة التواصل معها بصوت واحد والعمل المندمج من المهم أن نسمع ذلك. أعطي الكلمة لإيكو ماريا أو إلسا. التحدي الأكبر والفرصة الأكبر لخدمة الأطفال بشكل أفضل خلال العامين المقبلين. شكرا. سأبدأ وإلسا ستستكمل. أعتقد أنه بالنسبة لنا نحن تحدثنا عن هو بعد أعوام من المشاركة في هذه الاجتماعات هناك تركيز على التنسيق في حماية الأطفال. أعتقد أننا ندرك بأن هناك مواد وأدوات موجودة والعروض التي قدمت خير دليل على ذلك. شكرا جزيلا. ومن المهم أن يكون لدينا شبكة من الخبراء يعملون على كل هذه الأمور ويبدو أن هناك عمل جيد على مختلف المستويات على مستوى الأكبر وأيضا على كافة المستويات. ولكن رغم ذلك برأينا لا يزال هناك تحدي ثابت مستمر إذا صح التعبير في إطار تنسيق حماية الأطفال كي يكون هذا الموضوع شيء مركزي. إذن كيف نعمم موضوع حماية الأطفال في القطاعات؟ وما نريد أن نطرحه برأيي كيف نحرك هذه المسألة على صعيد القيادة الإنسانية؟ ويجب أن نفهم بشكل أفضل كيف نحن كجهات مانحة وكيانات كيف يمكننا أن نساعدكم على الاستفادة مما تقوم به التحالف ومما يقوم به أطراف أخرى. على المستوى المحلي ولكن أيضا على مستويات أخرى. أعتقد أن الأدوات متوفرة هناك مساعي تبذل ولكن التحدي كان وسأستمر بالقول سنحاول العمل على تبني مقاربة أكثر استراتيجية من أجل أحراز التقدم لأن هناك عمل سبق وأن أحرز وهناك مساعي بذلت. ألسا هل تريدين أن تتكلم الآن؟ نعم. بالنسبة للموضوع الثاني كنا نحاول أن نحدد هناك الكثير من التحديات والكثير من الفرص في نفس الوقت. إليزابيث ومايا ذكروا نقاط ولكن هناك موضوع أساس طرح خلال الجلسة وهو أن التخطيط على الأمد الطويل والتمويل وكيف يؤثر ذلك على استمرارية الرعاية. إذن أي شيء نقوم به في مرحلة الطوارئ كيف نساعد؟ نحن ندرك في نفس الوقت كما ذكرت في البداية دورة التمويل في إيكو هي صغيرة وهي على الأمد القصير. نحن نتعامل مع أزمات مطولة أكثر فأكثر ومن الصعب بعض الشيء. أعتقد أننا بحاجة إلى الرؤية على الأمد الطويل ولكن هذا يعني أنه علينا أن نأتي باللاعبين المناسبين إلى الطاولة. و المفيد في الجلسة كان لديكم المصرف العالمي والSMSG ووجدت بأن هذا رائع وهذا يبين
كم نحن بحاجة إلى بعضنا البعض على صعيد الدور البارز ولكن قضايا أخرى. أعتقد في مرحلة ما نحن نحتاج إلى ضمان وجود التمويل على الأمد الطويل، لأننا في حال أوقفنا التمويل لن يتم إعادة اندماج الأطفال. نحتاج إلى تخطيط محدد ونرى بأن هناك تحدي مستمر. أتذكر بأن أليانز عقد مؤتمر سابقا من أجل النظر والبت في إدخال كي نرى كيف يمكننا أن نستكمل بعضنا البعض كلاعبين معنيين بالحماية ولكن أيضا كجهات مانحة الآلية التمويل والتفويض. نعم هذا تحدي ولكن فرصة أيضا في نفس الوقت. ما عمم بالإضافة إلى كل الأدوات التي أنتجها التحالف، هناك سؤال كنا نطرحه: كيف نساعدكم كي نجمع هؤلاء على الطاولة؟ كيف نقوم بذلك بشكل ممنهج وبشكل أكثر استراتيجي ربما؟ وسأكتفي هنا بذلك، ولكن هذه عروض مهمة أسمعها على ما يبدو لدعم ما نقوم به ودعم قضيتنا من أجل التمويل على الأمد الطويل. أنا متأكد من أن الناس سيرغبون بالحديث أكثر في الغرف. قبل أن ننتقل إلى الغرف أريد أن أسأل السؤال الأخير: ما الذي تريدون أن تسمعونه من الذين يعملون على الميدان في حماية الأطفال؟ ربما هنا لا نتحدث المختصين بحماية الأطفال بس بل أيضا من لديهم اختصاصات أخرى. إذا نسمع منكم قبل الانتقال إلى الغرف. بث السؤال لك. شكرا جزيلا. نعم أعتقد أننا نتطلع إلى هذه الفرصة إلى هذه الساعة كجهات مانحة وناقشنا ذلك في اللقاء المسبق. كم نقدر أن نسمع موقف الأطراف، وهذه الأيام الثلاث كانت فرصة كي نسمع القلق خاصة في البرامج المندمجة. نعرف بأن هناك عامل عملي. كم تعتمد المنظمات؟ نحن نعرف القيود كجهات مانحة ولكن أيضا المنظمات على الميدان، ما هي القيود التي تواجهها على صعيد الاندماج على صعيد عقلية المنظمة؟ إذن أريد أن أسمع خاصة هذا الموضوع والبرامج بين القطاعات. ما هي المقاربات الناجحة؟ أي مجالات ربما نستطيع أن ندعم فيها فيما يخص الوقاية والتركيز على الساحة المحلية؟ نفس السؤال: ما الذي تحتاجونه من أجل أحراز التقدم في الوقاية؟ وأخيرا أحاول أن أقرأ السؤال المكتوب هنا: ما الذي يمكن أن نقوم به على صعيد الرسالة خاصة بعد الأزمة، أزمة الوباء الكورونا التي استمرت عامين؟ عفوا لم أستطيع العثور على الماوس. إذن سأعود إلى الزملاء في إيكو. من يريد أن يشارك؟ نعم شكرا. أعتقد أن بث طرحت مسألة أساسية.
نحن ندرك بأنه من الصعب جداً العمل في الدوامة. دائماً نجد أنفسنا عند مفترق طرق، حيث من الصعب جداً أن نفهم ما الذي يجب أن نقوم به من أجل مساعدة الشركاء، إما أن نغير في البرامج أو نجد مصادر أخرى للتمويل بالتمويل تكون على أمد أطول. أريد أن أسمع من الشركاء رأيهم حول ما الذي يجب أن نقوم به من أجل تسهيل هذه العملية الانتقالية. كلما كان بناء كلما كان أفضل. كما تدركون لدينا نماذج جيدة عن البرامج للقطاع الصحي والتعليم، ولكن الحماية عادة تصطدم بعرض الحائط. وأعتقد أن السبب ذلك هو أن المسؤولين يواجهون صعوبة في فهم الموضوع. إذا نريد أن نرى كيف يمكننا أن نقدم المساعدة. باستثناء ذلك نريد أن نسمع عن قضايا أخرى يريد أن يطرحها الشركاء. إذا سنترك المجال مفتوحا في هذا الإطار. هل هناك أي طريقة أخرى يمكن أن نساعد فيها على صعيد دعم أجندة حماية الطفل؟ نحن نعرف أن المزيد من التمويل مرحب به، ولكن إذا كانت هناك أي وسيلة أخرى لمساعدتكم نحن مستعدين لنسمع أي اقتراحات. حسناً، رائع. أعتقد أن هناك الكثير من